أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. أشار الأمين العام لحزب الله عن إحصائيات قد تعد الأدق إلى حدود هذه اللحظة، خصوصا إصابة 2000 جندي إسرائيلي حسب معطيات 8 مستشفيات. هذا هو الأساس، 2000 جندي. إذن أمامنا إصابات موجهة على وجه التحديد، نعتقد بأمرين أساسيين: من جهة أولى أن هناك قصف ببركان، ثانيا أن القصف قصف دقيق، لأننا نتحدث عن صواريخ أكثر دقة، أي موجهة بشكل كبير جدا وضد المدرعات على وجه التحديد، مما يعني أن الإصابات تكون خطيرة. لكن هناك المعطى الثالث، أن أغلب هؤلاء الجنود هم جنود من الاحتياط. إذن لدينا هذا المستجد الأساسي بالنسبة لألفي جندي من معطيات 8 مستشفيات. في الاتجاه الآخر نرى يدعوت أحرنوت استبقت هذه الإحصائيات وأعطت أن أكثر من 12,000 جندي، هذا هو العد الذي قالت بأنه خاص بغزة، وأن هناك حالات الإصابة في حدود 4,000 3,000 إلى آخره حسب التقديرات. لكن بالنسبة لوضعية 1,000 المؤكدة الآن من الجيش الإسرائيلي، اعترف بألف جندي، وحالة 1,000 جندي هذه بالنسبة للإصابات فحالة الإصابة غير معروفة على وجه التحديد بالنسبة للدرجات، وواقع الحال أنه لا يمكن أن يعتمد الجروح المتوسطة أو الخفيفة جزءا من إحصائياته. فيما في الاتجاه الآخر، هناك محاولة لجعل الإصابات النفسية كحالات التبول وغيرها، وأيضا بالنسبة للإطلاق العشوائي ضد الأصدقاء إلى آخره، أو من يتلقى مساعدة نفسية، أو أيضا بالنسبة لهذه الوضعيات هناك من يضيفها إلى الإحصائيات. وبالتالي فلدينا الآن إحصائيات الإصابة بشكل مفتوح يصل إلى 12,000، وهذا واضح بأنه يضم الأمراض النفسية إلى جانب الإصابات. الإعاقات الجسدية هذا أمر آخر، وهنا يأتي وسط، لأننا أمام 1,000 المؤكد الآن أن هناك حوالي 1,000 آلية، هذا هو الذي يعطيه الآن المقاومون 1,000 آلية. وهناك اتفاق آخر في الاتجاه الآخر، الجيش الإسرائيلي يقول بألف إصابة. إذا لدينا إحصائيتين رسميتين في هذا الموضوع. إن كانت الآليات في حدود 4 أفراد إلى حدود 5، فإننا نتحدث عن 5,000، وهذا أمر طبيعي جدا بالنسبة لحالات الإصابة هذه، لأننا نتحدث عن 5,000 إلى 6,000، هذه هي الإصابات ما بين الخطرة والمتوسطة، فيما يمكن مضاعفة هذا العدد مباشرة إلى ما يتجاوز ذلك ب 12,000. إذن هذا هو المصار. لكن هناك أمر آخر دقيق للغاية، الأمر يتعلق بالكمائن الثابتة، الكمائن المتحركة، وضرب القوات الراشلة والقنص. أين نضع كل هذا؟ هذا سؤال محوري للغاية. عندما نأتي إلى الإحصائيات الرسمية بالنسبة للكتائب وشهداء الكتائب الفصائل عموما، فإننا نتحدث عن الآن حوالي 7,800، حوالي 8,000. ومعنى ذلك أن لدينا 1,000 إصابة، وهذه 1,000 إصابة في نظر الإسرائيلي في 8، أي أننا نتحدث عن كل إسرائيلي في 8. فيما في الاتجاه الآخر سنجد أن هناك
النخبة كلها وحسب الإحصائيات الرسمية لإسرائيل فإنها لا تتجاوز 3000 إلى 4000، هذه نخبة النخبة أو النخبة عموما. وبالنسبة للبقية فإننا لا نرى إلا حوالي 7000، بمعنى أن العدد الأقصى 10000. فإن كان قد استشهد مثل هذا العدد الذي قاله الإسرائيلي فلم تبقى حماس، فلم تبقى الكتائب ولا أيضا سرايا ولا أي مقاوم الآن في غزة. إذن الأمر هنا فيه كثير من التساؤلات، لكن في المستشفيات يظهر كل شيء. عندما نتحدث الآن عن 14000 جنديين فهذا له منطوقه من خلال يدعوت أحرنوت بخصوص ما حدث في غزة، وأيضا بالنسبة للألفين التي تحدث بها الأمين العام لحزب الله عن داتا المستشفيات. إذن 8 مستشفيات، إذن هناك ربما آخرون في مستشفيات أخرى أكثر تخصصا، أو أيضا بالنسبة للاستشفاء خارج إسرائيل إلى آخره. كل هذا له أيضا هامش قد يضاف إلى كل هذا، وهذه النسبة قد تتجاوز 10% على الأقل حسب الإحصائيات الرسمية للجيش الإسرائيلي. فهناك من يتلقى رعاية عبر الجنسية الأخرى كمساعدات مباشرة من أمريكا، أيضا هناك من استشفى في لندن إلى آخره. هناك حالات نقلت وهناك حالات تدخل من أجلها الأمريكي لنقلها إلى بعض قواعده كما في ألمانيا. إذا نتحدث عن بعض الحالات، 46 حالة هي الحالات التي ربما نقلت، وهذا تقرير بين قوسين للاستخبارات الفرنسية. إذا أمامنا 14000، هذا هو العدد الذي يجتمع عليه كل من الإسرائيلي في يدعوت أحرنوت، وأيضا بالنسبة لحزب الله في الإصابات التي وصل إليها كل من المقاومة الإسلامية في لبنان والفصائل الفلسطينية على أساس كتائب القسام، أيضا السرايا والبقية الباقية. معنى كل هذا أننا نتحدث الآن عن وصول إلى أرقام يحاول جهد الإمكان الأمين العام للحزب اليوم في خطابه أن يصل إلى مقاربة رقمية. فهناك 670 عملية في 3 أشهر هذه، هناك 48 موقعا حدوديا من الناقورة وإلى آخر مزارع شبعة، هناك 494 عملية خاصة بهذه المواقع، الأمر يتعلق أيضا ب11 موقعا خلفيا، والنقط الحدودية وصلت إلى 50 نقطة حدودية وقصفت أكثر من مرة. ومزيد من الجرد نجد أن هناك 17 مستوطنة، والصواريخ التي قصفت التجهيزات كل سميت بالفنية والاستخبارية. إذن كل هذا جرى للوصول إلى 2000 جريح، إذن 2000 إصابة. وبهذا الخصوص نتحدث عن مواصلة اليوم لقصف بركان في بركة ريشة، يعني أن بركان لا يزال متواصل بالسلسلة الماضية، يعني لم ينقطع خبر هذا القصف المدوي. عندما نأتي إلى مثلا المنارة، إذا هناك 155 مسكنا أصيب في هذا القصف، ما يتجاوز 88 مسكنا. وبذلك يمكن القول أن هناك مستوطنات أو مستعمرات دمرت بشكل قياسي. على أي، إذا بركان يحاول أن يقصف الآن،
الأمر يتعلق باستراتيجية تتجاوز الكاميرات وكل هذا، أيضا إفشال الهجوم البري، هذا مهم جدا بالنسبة لهذه المعركة، أيضا خلق توازن عالي للغاية ومستوى من الردع. صحيح أن الإسرائيلي حاول أن يثبت أن حزب الله الذي إن ضرب في نقطة فإن الرد يكون في بيروت في إحدى الأوقات، اليوم هناك أيضا ربح في الجنوب، ربح الردع في الجنوب وخسرانه في الضاحية، ولكن هذا الوضع خطير في نظر الحزب، والأمر متعلق فقط بأمرين اثنين: التوفيق الإلهي وقبله الميدان، الميدان والتوفيق، يعني أن القرار السياسي واضح، الميدان هو الذي يجب أن يصل إلى الهدف الذي يجب أن يقرن بالعروض. على أي، إذن أمامنا هذا التطور الأساسي للغاية بخصوص ضرب المستعمرات من أجل استرداد الأرض، إذن في حرب تحرير من رأس الناقورة وإلى مزارع شبعه. إذن هذا هو الوضع الدقيق للغاية، وهذا هو التحول الاستراتيجي في المرحلة القادمة. إذن ما سمي بالحرب من بركات غزة أو بركات نصرة المظلومين بنفس التعبير في غزة، إذن هذا قد يكون أمرا حاسما ودقيقا للغاية. لكن يبقى السؤال حول هذا العدد الذي كان بحدود 670 عملية في 90 يوما. إذن عندما نتحدث عن هذه المقاربة فإن ما يتجاوز 7 إلى 8 عمليات بشكل يومي، هذا معدل دقيق للغاية، حيث أن هذه المعدلات معدلات قد تصل في بعض الأيام إلى ما يتجاوز 10 عمليات. هي جبهة استنزفت إسرائيل بكل تأكيد وخلقت إشكالا واسعا للغاية. هذا الذي يرد على من سماهم حزب الله بالقاعدون، إذن هو رد على هذه الفئة من القاعدين والتي تسترخص وتبخس عمل الحزب في هذه الظرفية، خصوصا وأن هناك ثمنا ثقيلا جدا أقر به جالانت عندما تحدث عن 150 شهيدا لهذا الحزب. إذن الأمر هنا محسوم. لكن في حرب غزة هناك أمر آخر شديد الأهمية، الأمر يتعلق إذن بعمليات أولا، العملية الأولى الخاصة بالسابع من أكتوبر 8/9، إذن هذه تحت الصدمة وكانت الخسائر فادحة. ثم بعدها كان هناك أيضا ضربات موجهة للنخبة. عندما نتحدث عن الإصابات في غزة خطورتها أنها لقادة ضربت النخبة، وكانت الخسائر في قلب الجيش، نخبة النخبة، الأمر يتعلق أيضا بآليات كالحالة المركبة. هذا الذي يجعل من حرب غزة لها طعم خاص وخسائرها مكلفة للغاية، لأنها تحتاج إلى تدريب على الأقل مدة 2 سنين. عندما يسقط واحد قائد فإن إيجاد قائد آخر بنفس مستوى بنفس تكوينه، فنحن نحتاج على الأقل إلى 2 سنين تكوين على أقل تقدير. يعني أن خسارة الزمن العسكري لإسرائيل بلغ مستويات قياسية، والدليل هو أننا عندما نتحدث عن 5,000 إلى 6,000 في غزة وحدها، وأمام هؤلاء الذين يعتبرون ضمن جيفاتي، ضمن جولاني، ضمن نحال، كل هؤلاء الذين سقطوا
لابد لتكوينهم من 3 سنوات إلى 4 سنوات. هذا يشير إلى خسارة زمن بالنسبة لإعادة هيكلة الجيش الإسرائيلي، والدفع بآخر النخبة في أي حرب سيجعل إسرائيل من دون نخبة عسكرية. هذا هو التطور الاستثنائي الذي يجب الانتباه إليه، أن خسارة الجنود في غزة ليس خسارة طبيعية، هي خسارة نخبة، خسارة التأطير، وخسارة مدرسة بكاملها. وهذا الذي يستدعي صعوبات كبيرة دفعت في إحدى اللحظات إلى أن يكون أيضا ضباط الأكاديميات العسكرية الإسرائيلية في قلب الميدان، وهذا الذي زاد من الإشكال بعد سقوط بعضهم. كذلك بالنسبة للمتدينين، أيضا لبعض الكتائب المتطرفة، كل هذا جرى وكان واضحا جدا أن الذين يقاتلون بشراسة هم الذين سقطوا. وهذا الذي يكشف إلى أبعد مدى أن الخسائر في حرب غزة خسائر مضاعفة، وهذا الذي يخالج صانع القرار السياسي من أجل الوصول إلى خلق طوفان آخر في شمال إسرائيل مع حزب الله. فيمكن بهذه المحاولة أو المغامرة أن يعطي إما عكس النتيجة الحالية أو أنه سيكرس الهزيمة بشكل كامل. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.